بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، تواصل هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. نجدد لكم هذا العهد، نجدد لكم هذه التحية المميزة في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. جبارة جبارة جبارة، لازالت صامدة بناموسها بتوقيتها الأجمل والأفضل لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الله أبو سلطان عبد الله بن علي بن واس، مضمر ومتابع جبارة ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا شكرا أبو سلطان على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الراقي. شوطنا الخامس في الدفعة الثانية مع الإبكار، هناك المحليات الأصايل، نتمنى إن شاء الله التوفيق. صاحب النقاط الثلاث، صاحب النقاط الثلاث والهاتريك أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، اللي يضمر طلوع سعيد بن عبيد الحميري السايحة ثانيا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هناك العزرة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي. انتقل الى شعار جبارة على ظهري اصيلة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ايضا عبد الله بن علي بن واس الاجتبي. انتقل الى الشاهينية خامسا وسادس مراكز، ايضا الشاهينية من هجن الشباب سالم بن سعيد هناك في التضمير. هكذا ايها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا النقطة الثالثة، ولكن في مسيرنا مع الشوط الخامس إلى النقطة الرابعة، إذا ما كان هناك رأي آخر لبقية الأسامي المشاركة، الله الله يا سن اللقاية سن المفاجآت سن السرعة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لمالك طلوع سمو الشيخ أول وثاني، المراكز السايحة في المركز الثاني كلها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، أصيلة ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس اجتبي. وفي المركز الرابع هناك اللي وصلت الشاهنية خامسا، الشاهنية هجن الشبه سالم بن سعيد العزرة سادة المراكز، ايضا لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي. ولكن شوف اللي ما يبنى لها طاري، اللي ما يبنى لها طاري هملولة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيلة في عملية التضمير. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، المراكز نراها عليكم بالوفاء والتمام. تهانينا لمن هو الناموس، لمن هذا والعلم عند الله. أيها الإخوة حضورنا الكريم، عودة من جديد يا أصيلة يا الجميلة يا الحبيبة يا المميزة ما شاء الله. أيضا تبى النقطة الثانية. يلا يا أبو سلطان، ما يسدنا سبق هناك جبارة. أيضا نبى النقطة الثانية يا أبو سلطان على المركز الأول، أصيلة لمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الداعم المهتم في هذه الرياضة العربية الأصيلة، في هذا التراث، في هذا الموروث. شكرا 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 أبو راشد، شكرا حمدان المكارم،
المكارم. شكرا فزاع المكارم. الله يا اصيله قدمني يا علي قدمني يا سعيد خلني اشوف المفاجات. الله 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 يوم ركض الهين زان وبان جوه يا ابو سلطان وابتدت تفرق سلاله عن سلاله. تهانينا اولا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني الثانيه لمبدع العوير لمضمر العوير لمبهر العوير عبد الله بن علي بن واصل اجتبي. سق الله دارك يا ابو سلطان، سق الله دارك يا ابو سلطان على النقطه الثانيه على التوقيت الافضل على العرض المميز اللي قدمته جبارة ولكنها أصيلة تحذو حذو جبارة. سلام للمرة الثانية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا عبد الله بن علي بن واصل اجتبي المركز الثاني، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثالث. هناك هجن ند الشباب. رابعا للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس. هجني ند الشباب 6 دقائق 11 ثانية 25 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا عبد الله بن علي بن واس لكتبي.